توقعات شبكة ناشونال جيوغرافيك الأمريكية من تكرار كارثة مدينة درنا الليبية في العراق بانهيار سد الموصل خلق حالة من الهلع، وخصوصا المناطق القريبة منه. أنا حاليا وضع السد وضع جيد ومطمن، لا توجد أي مشاكل سلبية ولا تأثيرات سلبية حاليا تشير إلى مشاكل في سد الموصل. اليوم أعمال التحشية تنفذ بتقنية حديثة وبأجهزة ومعدات أحدث ما موجود بالعالم. كل ما أثير في تقرير الأمريكان حول انهيار سد الموصل، نحن نبهنا ونوهنا أنه هذا الموضوع حقيقة هو تقرير عام، لم يشير في هذا التقرير إلى أنه سد الموصل راح ينهار، وإنما وجه رسالة وتحذير. مخاوف الانهيار فندتها وزارة الموارد المائية لمواصلة كوادرها الهندسية أعمال التحشية اليومية لأساسات السد بعد تلقيهم تدريبات لثلاث سنوات من قبل الفيلق الهندسي الأمريكي ومهندسين إيطاليين، بالإضافة إلى انخفاض الخزين الاستراتيجي لبحيرة سد الموصل إلى الثلث، أي ما يعادل أقل من 3 مليارات متر مكعب من أصل 9. صراحة اليوم مخاوف يوميا، راح يطق السد وراح ينفجر السد، كما ما صارت هزة أرضية أو زلزال أو شيء، يعني يوميا يقولون راح يطق السد وراح ينفجر السد. سد الموصل ده يتكرر هواية، صار سنين يعني إحنا ده نسمع بهذا الأمر، انهيار سد الموصل، سد الموصل راح ينفجر، يعني دب الرعب داخل نفوس البشر، داخل مدينة أهل الموصل، داخل شعب أهل الموصل. دائرة الرصد الزلزالي في نينوى أكدت إنها على اتصال دائم بإدارة سد الموصل بتقديم تقارير عن الهزات الارتدادية التي تسجلها مناطق المحافظة والقريبة من السد. نتواصل مع خليط الأزمة، تواصل مع الدفاع المدني، تواصل مع إدارة سد الموصل، إضافة إلى عندنا جهاز يقيس 24 ساعة حركة الأرض، الرصدات الزلزالية اللي تحصل. فمبدئيا يعني الرصدات اللي تحصل هي ارتدادية، يعني ما تخوف. وتعتمد إدارة سد الموصل على وجود أكثر من 1200 جهاز تحسس مرتبطة بالأقمار الصناعية تقدم تقارير وقراءات عن وضع السد بشكل آني. ويعد سد الموصل أكبر سدود العراق ورابعها في الشرق الأوسط، وأمسى كابوسا يلاحق العراقيين ويهدد حياتهم بين الحين والآخر. لبرنامج بالعراق هيثم أحمد، الموصل.